التجربة السادسة رح نحكي عن الكبسول ستينينج. لما نحكي عن الكبسول طبعا بتعرفوا انه الكبسول هو عبارة عن انتيفاجوسيتيك فيرالانس فاكتور موجود في البكتيريا، فهو عبارة عن كود خارجي بيكون اجمالا في شيء له ريسبتورز على الماكروفيج او النيوتروفيل فاجوسيتيك سيل، فعشان هيك ما بتقدر تاكله. كمان هو بيحمي البكتيريا من كتير عوامل خارجيه بشكل عام. اجمالا نحكي لما بنحكي احنا على الكابسول او السلايم لاير، اجمالا هدول التنتين اللي هن اجمالا بنسميهم جلايكوكاليكس، هدول بشكل عام بيكونوا خارج البكتيريا، يعني مش جزء إني خارج البكتيريا، وإني بيساعدوا على حماية البكتيريا. إجمالا هو بتشكل بشكل عام من البوليساكرايد، ولكن جزء من البكتيريات في حالات كتير بيكون من شكل من أمينو أسيدز أو ميكسشار من الأمينو أسيد مع بوليساكرايد في بعض البكتيريات، مش بكل البكتيريا. طبعا الكابسول بيكون thick dense وبيكون كتير firmly attached مع السيل وول. السلايم لاير إجمالا بتكون unorganized وبتكون loosely attached مع السيل وول زي ما أنتوا شايفين في الموجود. طبعا البكتيريات بشكل عام اللي بتكون عليها كابسول بتكون ميوكويد، وطبعا لما بتشوف اي ميوكويد كولوني بنعرف انه انها ممرضة اكثر من غيرها، لانه معناته في عندي انا كابسول او سلايم لاير. اجمالا معروف عندنا الكليبسيلا، الستريبتوكوكس نومونيا، الباسيلس انتراكس، هدول إجمالاً كابسوليتد، فممكن نشوفهم في الميوكس، خاصة الكليبسيلا بنميزها كتير عن الإيكولاي إنها ميوكويد. بدنا نتذكر سوا إنه لما جينا نحكي عن السودوموناس أريجونوزا قلنا إنه في عندي 3 كولونيز كاركترستيك، في عندنا الراف سموث وميوكويد، وفي حالة اللنج انفكشن كتير مهمنا نعرف إنها ميوكويد ولا لا، لأنه نعرف إنه إذا كانت ميوكويد بتكون عندنا كتير مشكلة في علاجها. طبعاً زي ما قلنا إذا ميوكويد معناته عندي كابسول، النان كابسوليتد تكون عندي راف. فإجمالاً زي ما أنتم شايفين هنا عندي سموث كولوني، راف كولوني، هدول معناها ما فيهن كابسول، هذه كابسوليتد، وكلنا زي ما حكينا إنها خطورتها في الكابسول تاعها لأنها أنتيفاجوسيتيك بشكل عام. إذن الكابسول important في الباثوجينيسيتي تاعت البكتيريا as virulence factor, mediate attachment للhost tissue, interfere with phagocytosis لأنه أنتيفاجوسيتيك. طبعا زي ما قلنا إنه بعض البكتيريات هو مصنوع من البوليساكرايد اللي مشابهة مرات للهوست تيشو، في هاي الحالة بصير عنا إنه الجهاز المناعي بصير يشوفه، لما يشوفه بصير عنا مهاج، إما إنها بتهرب من الجهاز المناعي لأنها كتير متشابهة، فالجهاز المناعي بفكرها أوتو أنتيجين، بس المشكلة إذا قدر الجهاز المناعي يعمل مناعة ضده فبصير عندي إشي اسمه أوتو أميون ديزيز لإلنا. طبعا في ملاحظات مهمه في حاله الستارفيشن، لما بيخل عنا الاكل الكابسوليتد بكتيريا ممكن تستخدم هذا الكابسول للاكل كغذاء لها، وعشان هيك في حاله الزراعه لما اذا نزرع بكتيريا اذا كانت اولد كلتشر ممكن ما اشوف الكبسول في حاله الاولد كلتشر. طبعا اذا كمان في الهايدريتد يعني البكتيريا الكابسول كثير هايدريتد كمان هن بيستخدموا سورس للمي في حاله الديهايدريشن اذا احتاجته.
الاكسبيرمنت عندنا اجمالا هنا انه انا بدي اشوف الكابسول، بدي اشوف هذا النان ايونيك بوليساكارايد. عشان هيك لما بنقول نان ايونيك يعني ما في عندي اني بايندينج كاباسيتي لا انستين لا للستينز لا اسيديك ولا بيسك ستين، ما بيمسك عليه. عشان هيك باي ستين انا ممكن انا استخدمها فما راح يمسك عليها. فاحنا وين راح نتوجه؟ احنا راح نتوجه للنيجاتيف ستين، لانه بالنيجاتيف ستين الباك جراوند اللي راح ينصبغ ومش راح اشوف راح يكون عندي فراغ الكابسوليتد بكتيريا. في هاي الاكسبيرمنت اللي راح نعملها راح نعمل كونجوريد، الكونجوريد راح يعمل لي فراغ كامل، وبنعمل بيسك ستين الاسيد فوسين فبشوف انا البكتيريا جوا. يعني راح تشوف البكتيريا وراح تشوفوا الشيء الفراغ داير ما يدور البكتيريا اللي موجوده عندنا. طبعا هنا كلياته الحكي اللي احنا حكيناه لانه هو راح يمسك على البكتيريا. فلاحظوا هنا هذا عندنا الباك جراوند، هذا عندنا الكونجوريد راح يعمل لي صبغه للباك جراوند للجلاس. اوكي، هذا الابيض الدائر ما يدور اللي هو الكبسول اللي مش راح نشوفه او مش راح يكون ستيند. وطبعا لما البكتيريا بالاسيد فوسين راح تمسك عندي البكتيريا. طبعا بندير بالنا هنا كلياته احنا ما بنستخدم الهيت فيكسيشن لانه انا راح ادمر البكتيريا الكابسول، لانه اذا الهيت بدمر لي كل الكابسول فمش راح اشوف شيء. انا في رياكشن مش راح نعمله احنا اجمالا، عندنا رياكشن اللي هو كتير بنستخدمه في الستريبتوكوكس نمونيا الدياجنوسيس اللي هو الكوالانج رياكشن. الكوالانج رياكشن هو عباره عن بنجيب سبيسيفيك انتي بودي للكابسول، في حال انه الانتي بودي مسك على الكابسول بصير عندنا سويلينج لحجم البكتيريا مع الكابسول، وإذا ما مسكش الانتيبادي معناته لا. هنا مش بس عشان أعرف إنه هي ستريبتوكوكس نومونيا ولا لا، بس أنا لأنه الستريبتوكوكس نومونيا عندي more than 90 سيروتايب، فأنا بدي أعرف السيروتايب، فأنا بيكون عندي انتيبادي سبيسيفيك عشان يمسكها. وممكن هاي يستخدمها الكوالينج رياكشن، ممكن نشوف فيها عدة أنواع من البكتيريا في الرياكشن. هنا إجمالا زي ما حكينا هون عندي كليبسيلا نمونيا، راح اجمالا راح تشوفها في الستيننج. الاكسبيرمنت اللي راح تعملوها على كليبسيلا، بناخذ زي ما حكينا بناخذ الكليبسيلا، ممنوع نعمل هيت فيكسيشن وبدراينج بالهيت لأنه هذا راح طبعاً يكسر لي الكابسول، طبعاً ديهايدريشن للبكتيريال سيل، فإحنا مش طبعاً ممكن تعمل شرينكينج. فإجمالاً إحنا راح نعمل الإكسبيرمنت كالتالي، راح نعمل بليس دروب أوف كونجوريد أت وان إند أوف كلين سلايد، ميكس الكليبسيلا مع الكونجوريد زي ما عملتوها بالنيجاتيف ستين بالمختبر الأول. طبعا نستخدم انذر كلاس وبنمسحها، اير دراي للكونجريد، نعمل فيكسيشن بالاير دراي وذ اسيد الكحول عشان هنا نستخدم الكاربولفوسين عشان نصبغ البكتيريا، شويه بنعمل الووش، بعدين نعمل ستين وذ الاسيد فوسين لا 1 to 2 minutes وبعدين بنشوفها تحت الميكروسكوب بهاي الاسلوب. وهيك راح نشوف العينه تاعتنا، وهذه بتكون الجزء الاول من التجربه. بالنسبه للاب 7 راح نشوف الاسيد فاستين والاندوسبور ستين، مش راحين نعمل اسيد فاست، راح نتوجه اكثر للاندوسبور.
طبعا الـ الـ اجمالا الـ في الاكسبيرمنت هذه راح نعمل هيت فيكسيشن للاسيد فاسيستين والاندوسبور بالباسيلس للباسيلس. طبعا راح نعمل على شفر فولت ميثود وراح نشوف التنتين ان شاء الله بالاكسبيرمنت. بالنسبه للاسيد فاست ستين زي ما بنعرف احنا انه البكتيريا عليها كوت خارجي، فهذا الكوت الخارجي راح يمنع دخول الستين، فهي لا تصبغ في الجرام ستين. فاحنا راح نساعد عن طريق الهيت لادخال الستين لداخل البكتيريا، وهذا بعد ما نعمل ووش في الاسيد هي اللي راح يضلها مصبوغه وكل الستين اللي برا راح تروح. فمعنات اسيد فاست معناته البكتيريا اللي انصبغت صمدت مع الاسيد تريتمنت. فاجمالا راح نستخدم هو ديفرنشال ستيننج بروسيجر. طبعا هذا الستيننج بروسيجر راح تميز لي بين الاسيد فاست ان اسيد فاست. المايكوبكتيريا هي اسيد فاست، مايكوبكتيريوم تيبركيلوسيس، مايكوبكتيريوم بليبري، بالاضافه للنوكارديا استيرويدز كمان هي ممكن تنصبغ بالاسيد فاست. طبعا بنعرف احنا السلول عندنا المايكوليك اسيد اللي هو الفاتي اسيد واكس لايك ماتيريالز، هدول اللي ما بيمسك عليهم الجرام ستين، ما بتمسك على الستين، ولكن مع الهيت احنا راح ندخل الستين على داخل البكتيريا، وزي ما حكينا بصير عندي القدره على ثبات الستين داخل هذا الواكس اللي موجود عندنا. طبعا راح نستخدم الكاربولفوسين اللي هو البيسك ستين اجمالا مع 5% فينول، وهذا اجمالا هيت نعمل هيتينج ل خلال طول فتره الستيننج. واجمالا ممكن نستخدم بدون هيت ولكن بنرفع الكونسنتريشن زي ما انتم شايفين. هذا اجمالا اذا الهوت ميثود انا بستخدم 1% كاربولفوسين، ولكن في الكانون التكنيك اللي هي الكولد ميثود انا بستخدم فقط بستخدم 3.3% من الستيننج. اجمالا زي ما قلنا ليش اسيد فاست ستين، لانه افتر الكليني او ووش وذ اسيد everything will lose الكاربولفوسين ستين except البكتيريا نفسها. واجمالا نعمل كاونتر ستين اللي هو الميثيلين بلو اللي راح تصفي لي كل شيء راح ينصبغ بالدين بالازرق، البكتيريا نفسها مش راح تنصبغ لانه مش راح تفوت لجوا عندي، البكتيريا راح تضلها لونها بالاحمر. هاي الهوت ميثود اللي حكينا عنها اجمالا بطريقه مختصره، هيت فيكس بكتيريا سمير، كفر سمير وذ كاربولفوسين ماي 5% فينول سوليوشن، جنتل هيت ل 15 دقيقه تقريبا، الاو سلايد تو كول، جنتلي ووش، طبعا ديكلارايز وذ اسيد الكحول 20 ل 30 سكند، ووش بعدين ميثيلين بلو وجنتلي ووش ودراي واكزامن اندر مايكروسكوب. الكولد جاست انه ما نعملش اجمالا الهيت، نستخدم الكربولفوسين 3.3% واجمالا هون ما فيش عندي هيت اني انا اتعامل على اني اخلي البكتيريا مع الهيت. هون اللي راح نشوف كيف اجمالا بالاجمالا او بالكربولفوسين، لاحظوا انه كل شيء انصبغ اجمالا في اللون الاحمر، وهون بالهيت عملنا فيكسيشن عشان تفوت الستين لداخل الواكسي اريا. وبعدين الاسيد الكحول ديكلارايزر، لاحظوا انه كل شيء فقد اللون اللي هي يعني فاستنج قدرت تحمي حالها، لما ضفت الميثيلين بلو انصبغ ما تبقى باللون الاحمر. طبعا هذه مش راح نعملها. الاندوسبور ستيننج راح نعمل صبغه على السبورز، طبعا بتعرفوا انه السبورز البكتيريا بتعمل سبورز في حاله الهارش كونديشن مش قادره تعيش، تمبريتشر بي اتش كونديشن مش مزبوط، فهي بتعمل شرينكينج وطبعا بتعمل سبورز تحمي فيها الجينوم تاعها. وهو السبور بيختلف عن الفانجاي
انه اللي هي اندوسبورز بداخل البكتيريا بضلوا السبورز. طبعا هو اجمالا inactive dormant يعني مش كائن حي, بيكونش كائن حي, وكثير هذا بيكون resistant للهارش كيميكال, physical condition, desiccation كله يعني بيكون كثير وضعه كثير منيح. viable for thousand of years يعني بضلوا حتى يعني في بعضهم thousands, بس مثلا الباسيلس انثراسيس ممكن ضلها ل 30 سنه السبورز ما عنده مشكله تضلها في الوضع بالبر, تحصل على وضع معين منيح بترجع للفيجيتيف سيل وبترجع لهذا. واحنا بنعمل اوتوكليفنج اصلا عشان احنا ندمر السبورز بشكل عام. وهي هنا الفكره السبوريوليشن كيف بصير عندنا تشكل السبورز من هاي الفيجيتيف ستيت ستارفيشن, ببلشت تشكل عندي السبورز, بتعمل عندي فاصل وبتاخذ الجينوم وهذا هو الاندوسبورز, بعدين تتحلل الخليه كامله وبضل السبورز لحاله. اجمالا هون بدنا نفهم انه عشان اشوف السبور داخل البكتيريا لازم تكون عندي الكالتشر 24 اور, اكثر من هيك راح نشوف كلياتهم سبورز. اجمالا السبورز, وضع السبور وين السبور موجود وكيف شكل السبور, هو عباره عن شيء دايجنوستابل يعني بهمنا جدا في الدايجنوسيس. طبعا وضع السبورز ممكن يكون عندي سفيريكال سنترال اوفيل سنترال او سب تيرمينال اوفيل, ممكن تكون عندي بلجينج سب تيرمينال او بلجينج تيرمينال اوفيل تيرمينال او بلجينج سفيريكال تيرمينال او بتكون فري سبورز. اجمالا هنا عندكم امثله, اجمالا في عندي الكولستريدوم الباي فيرمنتنت, هاد اجمالا بيكون عندي سبيندل شيب كلب شيب الكولستريدوم بيرفلينجز بينس روكت اللي هو الكولستريدوم تيتانوم هاي معروفي, الاجمالا بيكون اوفيل اند تيرمينال السفيريكال اند تيرمينال بنسميه درامستيك ابييرانس كولستريدوم تيتاني. إذا تريتيوم تنس ركت الدراميستيك أبييرانس تيتاني بيرفرينجز بسمي كلاب شيب سبيندل شيب اللي هي كلوستريديوم الباي فيرمنتنس. لاحظوا إنه أغلبهم كلياتهم نحكي قاعدين على كلوستريديوم اللي هي إن أيروبيك يعني بالجو البراني بتكون سبور مباشرة. البرينسيبل للستينينج إجمالا السبورز اجمالا سبورز بول اجمالا الامبرميبل في الـ في الـ في النيتشر في هايلي ريزيستنت للستينينج بشكل عام. اللي راح نعمله اجمالا برايمري ستين للاندوسبورز نون ايونيك ستين بنسميها ملاكايت جرين, وهذه اجمالا بنصبغها مع جنت الهيت على اساس انه يقدر ياخذ الستين. الستين راح تصبغ عندي السبورز والسيتوبلازم للبكتيريا والسيل. طبعا بروح هذا الحكي من السيتوبلازم بالووش يعني ما بتمسك بس بضله ماسك مين في السبور الملكايت جرين. طبعا بعديها احنا بنرد كمان نصبغ البكتيريا بالصفرانين, فبتاخذ الصفرانين البكتيريا بشوف الجرين السبورز والصفرانين البكتيريا. هذا اللي راح نعمله طبعا هيت فيكسيشن اوكي سمير فروم 18 تو 36 اور كلتشر. ديروا بالكم يونج كلتشر يعني لازم 18 ساعه صرنا مشكلين سبورز بس مش كثير صغير ومش كثير متاخر, لانه متاخر راح اشوف كلياته اجمالا عندي سبورز. Place the slide over boiling water. بنحط الملكايتي جرين, نضل نضيف ملكايتي جرين لمدة 15 دقيقة تقريبا, بعدين دير بالكم ما تنشفش يعني نضل ندير عليها, بعدين بنشيلها ووش, بعدين بنضيف السفرانين على السلايد زي الجرام ستين وبلوت وبنشوفها تحت الميكروسكوب, وهذا اللي راح تشوفوه اجمالا هذا السبورز شايفين الاخضر, وهذا اللي بتمنى انه بكره نشوفه في السلايد, وهيك
يكون. يعطيكم العافية لتجارب الستة، تجارب سبعة.